بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات، اليوم جبت لكم وصفة خاصة بدخول فصل الصيف. كما تعرفون أن البشرة الحساسة، البشرة البيضاء وكذلك السمراء، أي كل أنواع البشرة تتأثر بفصل الصيف. لذلك قبل أن أعطيكم الوصفة يرجى اتباع الإرشادات الآتية. أولا، نقوم بغسل الوجه يوميا لتفادي توسع المسامات. غسل الوجه وتنظيفه يساعد في تقليص المسامات والحفاظ على البشرة دون اسمرار. نقصد هنا الاسمرار ليس الاسمرار الطبيعي للبشرة، فكل إنسان لديه لون طبيعي خاص به، وإنما نقصد به الأشياء التي تطرأ على لون البشرة فتقوم بزيادة درجة لونك، وبذلك تؤثر على جمالك وكذلك تؤثر على نظرتك لنفسك. إذا قومي بوضع واقي الشمس، وقبلها قومي بغسل الوجه. والآن سوف أعطيكم بعض الوصفات الصيفية التي تساعد في تبييض الوجه وكذلك توحيد لونه. لا تنسوا دائما مقشر طفل القهوة الذي يعمل بطريقة رائعة جدا على تفتيح الوجه وتنظيفه. نذهب الآن مباشرة إلى الوصفة. إذا مكونات هذه الوصفة سهلة جدا ومتوفرة، فقط هي ليست لأصحاب البشرة الجافة وكذلك البشرة التي تكون حساسة. سنحتاج إلى النشا الذي سيعمل على تبييض البشرة وكذلك سحب الدهون الزائدة التي تعمل على تسويد البشرة، بحيث إن كانت عندك دهون زائدة بمجرد ما تعرضها للشمس تقوم ب تسويد البشرة وأعطائها لون داكن في الأماكن التي يتكاثر فيها الدهن. إذا ملعقة نشا. سنحتاج أيضا إلى المكون الثاني، وهو مكوننا الثاني هو الليمون، فيتامين سي الذي يساعد على شد البشرة، تجديد الخلايا، كذلك يبيض يوحد لون البشرة، وهو مهم جدا جدا لإنتاج الكولاجين. لذلك حافظوا دائما على وضع القطرات من الليمون في وصفاتكم اليومية والليلية التي تقومون بها من أجل إعطاء الرونق للبشرة. إذا نشا، ليمون، وآخر مكون لدينا وهو العسل الحر. العسل الحر وهو مضاد طبيعي، يقضي على الحبوب، كذلك يرطب البشرة ترطيب داخلي رائع جدا، وكي يحافظ على البشرة لينة خالية من الحبوب وكذلك يمدها بالفيتامينات. إذا تابعوا معي الآن الوصفة. نقوم بوضع كمية من النشا تناسب حجم وجهك، مثلا ملعقة كبيرة، ثم نقوم بوضع قطرات من الليمون. كما قلت، الليمون مضاد مبيض، كذلك يساعد في حماية البشرة من التجاعيد الدقيقة. فقط ممنوع منعا باتا على صاحبات البشرة الحساسة والجافة. سأقوم الآن بوضع قليل من العسل، نصف ملعقة عسل، معذرة على الصوت، ونقوم بخفق المزيج جيدا حتى نحصل على كريمة. توضع هذه على الكريمة لمدة 10 دقائق حتى يمتصها الجلد، ثم نقوم بفركها بطريقة دائرية. ستحصلون على كريمة، لاحظوا معي، قوموا بفردها على كامل الوجه، ثم بعد ذلك دعوها من 10 إلى ربع دقيقة، 10 أو ربع ساعة، ثم قوموا بغسلها جيدا. بهذه الطريقة ستتخلصون من البقع البنية، المشاكل التي تعانون منها فصل الشتاء. فقط في الليل، توضع ليلا وتوضع مرتين أسبوعيا. كانت هذه وصفة اليوم، أحذركم تحذير كبير من وضعها على البشرة الحساسة لأنها سوف تلتهب. كذلك جربوا على قطعة من الوجه، إن لم تتحسسوا ضعوها. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. أرجو أن تدعمونا بلايك واشتراك. السلام عليكم.